بقول للعالم الإسلامي والعربي كل عام وهم بخير، وإن شاء الله العام الجاي يجي والأقصى محرر. كل عام بخير والجميع الأمة الإسلامية بخير، الحمد لله رب العالمين، كل تمام والناس مبسوطة والعيد كويس، بس ربنا يفك أسر الأسرة ويجمعنا بشملهم. أنا شايف يعني الناس بتروح وبتيجي، واللي بتشتري أواع العيد واللي بيشتري ألعاب للأطفال، ويعني وهيك أمور إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكون عيد منيع علينا وعلى كل الأمة الإسلامية والعربيين. الله راضي. جو عيد ومناسب، بس والحياة غالية وكل إشي غالي، يعني على مستوى فواكه إشي زي هيك بتروح تشتري لعيالك لأولادك مش أقل من 1000 شيكل. بتمنى ربنا إن شاء الله يحل أزمتنا ويعيد علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله وضعنا بتحسن.